احتفالنا اليوم بهذه الذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام هو تعبير عن افتخارنا بأمجادنا وما سجله التاريخ لنا من تضحيات محفوظة في ذاكرتنا الجماعية، وجب علينا صونها والسهر على حمايتها. فمهما كان الجهد والاعتراف ومهما بلغنا من درجات الفخر والاعتزاز بكم، فلن نفي النذر القليل من معاناتكم وأهاتكم بالأمس. إن التضحية من أجل الوطن هي أسمى درجات البذل والفداء ومحل الفخر والاعتزاز، ولتبقى قصصكم المشرفة التي سطرت في صفحات التاريخ الوطني المجيد مثالاً للأجيال في البذل والعطاء والبطولة والتضحية.